فريقين اللي هما نادي الفتح الرياضي وفريق الجليبي. الفريق الجليبي الحمد لله استرجع شيئا ما من العياء ديال السفر ديال لاكيني. دابا حنا واجدين ان شاء الله باش نحاولوا في هذا اللقاء نكونوا عند حسن الظن الجمهور ديالنا الجليبي، وبالطبع نحاولوا نعطوا فرصه للاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاءات السابقه باش تبقى واحد الطراوه بدنيه، لان تابعنا ثلاث مقابلات اخرى نادي الوداد يوم السبت، وبالطبع التاهيل ضد الفريق الكونغولي، ومن بعد عندنا مقابل جديد. دونك غنحاولوا نغيروا خمسه ولا اربعه لاعبين تحسما لجميع اللقاءات. الحمد لله الجميع جاهز، وتنتمنوا الخير بالطبع، تكون نتيجه موفقه نهديوها للجمهور ديالنا اللي تيحبنا من احمر. كننتظرنا مقابلة ضد الفتح الرباطي إن شاء الله غدا في الساعة 7 إن شاء الله. كنظن أن الجميع واعي بالمسؤولية إن شاء الله الرحمن الرحيم باش نحققوا حتى 3 نقاط إن شاء الله، باش قربنا من الصدارة ديال الترتيب الوطني إن شاء الله. عندنا مقابلات كثيرة في هذا الشهر، كل الأربعاء أحد. كنتمنى إن شاء الله نكونوا في الموعد ونحققوا نتائج إيجابية إن شاء الله الرحمن الرحيم. عارفين المسؤوليه اللي عليهم، فهاد المرحله هادي فدزنا بثلاثه مقابلات اللي تعادلنا فيهم. ان شاء الله هذه المقابله هادي ان شاء الله حنا عازمين باش ان شاء الله نحققوا نتيجه الانتصار، باش ان شاء الله نتقدموا في المراتب المتقدمه ونحسنوا الوضعيه ديالنا. شكرا.